السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم بغيت ندير معكم البغرير. درت كيلو تاع سميد رقيق، ودرت قريب لتر ماء، شويه ملح، وشويه خميره. خميره قد 3 مغارف، والملح مغرفه صغيره، وخلطته غير بيدي حتى ولا على حسب هذا الشكل هكا. هكا طيبوه ونشوفوا الى خرج. ونشوفوا الى خرج وجد وجا شباب، نقسموا معكم الى ما جا شباب مكان عليه نوري لكم. بيج بونس كراي يمدي يجي مليح. بعد نقولوا لي شوفان ديما نحكي لكم قصة مع البغريرة. واحد النهار شفت واحد المرأة دارت البغرير، ودارت قالت ديروا سميد في القرعة تاع بلاستيك، وديروا الخميرة الداخل والملح، وخلطوه وخلوه يخمر واحد 10 دقائق، ومن بعد طيبوه. وانا يا راح درت كيما هي، المهم درت قرعة تاع درت فيها السميد، ودرت فيها الخمارة كيما قالت، ودرت الملح، خلطته وخليته. قلت انا ما نخليش هنا في كوزينة، انا راح ندير شوية لاسيست ومن بعد نوض نطيب ندي معايا نشوفوا الاخمر ولا لا. المهم انا درت لاسيست، نسيت هذاك البغرير حدايا بالقرعه مبلعه، وجيت رقدت. من جيت نط حليت هذيك، من جيت نحل هذيك القرعه صوتات عليا هذيك القرعه بها بداك البغرير، داك الخميرات دارت كيما الكوكاكولا من واحد يخلطها، طلع عليا في البلافو في المطرح. ما خلاش هذاك البغرير، هذاك اليوم راني راي عقل عليه، مازال هذاك البغرير مازال في شمرتي، مازال راه في الصوار في البلافو في الاخر مزيه اللي شمره فيها الكعط ابيض ما يبانش. هذه هي القصه تاع البغرير. بكري كنا نديرو البغرير غير بالماء والملح، وكان يخرج هايل. دروك دير في القرعه وديرو في الغوبو وديرو فوالا. هذا هو البغرير تاع اليوم، ان شاء الله جربوه ويجيكم شباب. انا درت كيلو سميد وقريب لتر ماء، 3 مغارف خماره، وشويه ملح مغرفه صغيره تاع ملح، وخلط غير بيدي حتى ولا بيض كيما شفتوا. الزنجه رايقين هذه نوريكم بعد سمو واحد اخر معكم. تمام ان شاء الله. عاد بعدك تاكلوه ولكن الغالب شباب راه شباب نسيبوه هيا حتى لساع من نكملو نمدهون بالزيت والدهان دقة. هيا ما شاء الله محشمنيش هاد البغرير تاع اليوم، شباب بزاف ما شاء الله. والمقلاة شوية ثقيلة، والغاز نديرو ما نديروش موية، نديرو عادي، ما نديروش النار، ندير النار قويه زعما هكذاك بيطي بالخاطر. هيا هذه شباب جا شباب الحمد لله، ان شاء الله بصحه وراحه، وان شاء الله بصحتكم، والى كاش تساؤلات مرحبا. ها هو البغرير ما شاء الله جا هايل هايل يا شباب، ان شاء الله بالصحه والراحه. يا بكري كنا نديروا البغرير، شوف نديروا الماء الملح والسميد. وانايا كنت عندي 12 سنه ولا 13 سنه، كنت ندير العجنون الماء الله يرحمها ونصنعو وهي طيبه، كان يجي هايل. دروك مازالت البنه تاعو في راسي، ودروك ديري بومبا اتوميك، وديري ليفيو شيميك، وديري المازهر، وديري ديك، وديري ديك، وديري العبر، وديري الماء، وديري ديك،
بيجي بغرير وعار الله يجي بغرير. هيا تمام اليوم التعيش ما شاء الله شكرا الحمد لله. بنتي صابت خالتها عيطت لها قالت لها درت البغرير، قالت لها اليوم قالت لي ماما فين احمد دير لي البغرير، هذا درته في على بنتي على جنب بنتي وما شاء الله بالصحه والراحه. والا كان عجبكم البغرير خطره اخرى نعاودوا، بصح نعاودوا في رحبه كي نعاودوا الطريقه تاع الصح. ها درت الدهن، ها نديروا العسل، ها العسل ها ما شاء الله تبارك الله. وبين ان شاء الله ويخاون هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، وان شاء الله خطره اخرى نسيو حاجه واحده اخرى ان شاء الله. هيا الشكل النهائي للبغرير.